صباح الخير أستاذ. صباح النور أستاذ غصون، حياك. شكرا. أعرفك على الأستاذ خالد زميلنا الجديد. خالد؟ غصون؟ أنت 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 وينك وين أراضيك وين كنت؟ شنو تعرفون بعض؟ إيه كان يرن وكنا دايماً مع بعض نلعب وكبرنا. إحنا كنا عائلة واحدة، إحنا كنا فريق واحد، كنا حتى أخوها كان صديقي العزيز، هي راشد الله يرحمها. أوه غصون أنت وين رديتيني ورا غايد. أستاذ غصون أخذي الأستاذ على مكتبة. أكيد أكيد شكرا لك. تفضلي تفضلي أستاذ. تفضل شكرا. أهلا خالد تفضل حياك. شكرا شكرا. ما تصدق أنا إيش كثر فرحانة بشوفتك، صدفة حلوة. وأنا هالصدفة هذه ما كنت متوقعها أبد. أنت وين كنت تشتغل قبل؟ أنا سلام شاء الله غصون اشتغلت 15 سنة في القطاع الخاص. إيه؟ وبعدين قلت القطاع الأهلي أضمن وأحسن. أحسن شو رأيك؟ إي لا عفية عليك زين. إيه؟ تسوي غصون؟ نعم. ما تغيرتي أبد. هذا أنتي. تفضل خالد. شكرا. تفضل إيه. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. تفضل أستاذ. السلام عليكم. تفضل. أعرفكم على الموظف الجديد عندنا الأستاذ خالد، وهذه بدرية أم مبارك، روان أم حسن، وشريفة أم عبد الله. عاد هذه الأم الحنون هني عندنا بالقسم، الكل يحبها وهي دائما تحب الجميع، وحضنها شايلنا كلنا ما شاء الله. ما شاء الله. هذه منو؟ معلش عندنا شغل وايد بعدين نتعارف اكثر. تفضل استاذ خالد. تفضل. عن اذنكم زميلاتي العزيزات، عن اذنكم. شو السالفه؟ منو خالد اللي تحمست له غصون لهالدرجه؟ انت ركزي على ام عبد الله مبارك. ام حسن ايش تبي توصل له؟ تبي تفهم الريالنا كنا متزوجات عندنا، يعني ما في واحده خاليه. انتم ما سمعتوا؟ زميلاتي العزيزات ما عرفتها اساسا. من شافت واحدة بعمرها استخفت؟ شش الله العظيم. سمعوا؟ قاعد تضحك. وي وي قاعد تضحك. لأول مرة. مو طبيعية. غصون أيامي. فعلا ذكريات حلوة والله ما تنسي. شو أخبار والدة؟ أمي ماتت عطتك عمرها. الله يرحمها. عسى بس ما تكلفت ولا تعبت. يعني مسكينه بس الله يرحمها كانت تعبانه وتوفت. الله يرحمها. انا اسف اني ذكرتك بس مو قصدي والله، بس عشان بسال بس. الله يرحمها. انت يعني ما تزوجت؟ ما صار عندك عيال؟ بلى. لا والله تزوجت بس خلال سنه فقدتها الله يرحمها، وترملت مبكر سنه. ايه مسكينة الله يرحمها. بس ما عندك عيال؟ لا. إيه. زين ليش ما تزوجت عقبها؟ وايد أسباب، بس أهمها إني ما لقيت واحدة تستحقني. وأنتي تزوجتي؟ لا 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 ما تزوجت صراحة. عقب وفاة أبوي ظليت أهتم بأمي، يعني تعبت وصار عندها سكر ولازم أراعيها. أيه. وأوقف يمها. أنا وايد تقدموا لي ورفضتهم لأنهم طلبوا إني أنا أتخلى عن أمي، وأنا قلت لهم لا، علشان كذي يعني للحين ما تزوجت. أصيلة أصيلة غصون. لا زين سويتي زين سويتي. زين انا ما ادري، يفترض اني اروح مكتبي وابتدي ارتب بعض الامور ان شاء الله. تبين شيء؟ تفضل. اوكي. يعني والهان على ذكريات عن ابنك.
عقبالي عقب هالعمر والعشره الطويله تبي تهدين الفريج؟ عاد انا ما اقدر اتخيل الفريج من غيرك. شو اسوي يا اخيتك؟ ابو خالد يبي لنا نروح منطقه ثانيه، حتى ما نعرف فيها شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، عاد ها لا تخلينا زورينا. ان شاء الله اكيد يا اخيتك اجيك واشوفك وازورك. اي زين. خالد شنو قاعد تسوي هنا؟ مرحوم اخوك سلفني هالكتاب قبل لا يتوفى الله يرحمه، من باب الامانه قلت ارد لك. ان شاء الله اليوم نروح منطقه جديده باذن الله. ادري شفت امي قاعد تسلم على امك. مع السلامه. مع السلامه. راشد اللي يقرا شعر، انا اعرف ان كل سوالفه كره.